السلام عليكم. احنا المفروض النهارده نعمل اسمه ايه ده بعد ما عملنا البروجكت، هنشوف النتيجة. طبعا عملت موقع عن شركة، يعني نتكلم عن الشركة. طبعا يعني حطيت فيه شوية كلام كده وصور وكلام كده عشان يبان يطلع شكل حلو. أهم حاجة عندنا اللي هو الصميم ده، النوتيفيكيشن بار، وفيك في خمسة، هم أربعة بس، أربعة ساين أب وأباوت أس وساين إن وليبان. مثلا هنروح الساين إن، وده ما ركزتش عليه قوي عشان يعني الساين اب عامل ازاي. ساين اب يعني اللي ركزت فيه اكتر، والله المفروض الريجستر بس اللوجن بس، يعني ساعات بيقولوا عليه كده وساعات كده. طبعا احنا لما دخلنا هنا لقينا ان الساين ان اختفت، وظهر لنا هوم دي اللي كانت موجوده هنا، اللي كانت الصفحة اللي موجودة هنا. طلع لما نروح لمكان معين يشيل النافيجيشن بار ويحط لنا الخيار التاني المكان اللي كنا فيه. في مثلا ده بقى اسمه ايه ده، الساين اب او الريجستر. طبعا ده بقى الفيرست نيم، نكتب اي حاجه، واللاست نيم والاسم مين، دي جندر اللي هو ميل او فيميل. دي اللي فيميل والميل. طبعا لو حطينا دي هنا هتتشال من هنا عشان النيم. في اليوزر برضو اي حاجه، وفي ال كريت باسورد، ايوه كونفيرم باسورد، بعديها ساين اب ناو. طبعا حطيت صورة هنا. في مثلا الليبراري، وطبعا الليبراري نعم يعني الباك جراوند شكلها مش احلى حاجة، بس هي دي اللي كانت الباك جراوند اللي قدامي ساعتها. في عندنا الهوم والساين اب وشوية خيارات كده زيادة يعني، وفي مور او التقنيات بتاعتنا ومش عارف الاصدار ايه، يعني في كذا حاجة فيها يعني. في مثلا دي الورد ده مش شغال، في الحاجات اللي كنا معرضين فيها، في حاجات زيادة بس مش كلها شغالة. ده الهوم اللي كنا فيه أول حاجة، وفي ايه كمان دخلنا كده كله تقريبا صح كده كله ماشي. احنا هو بقى انا المفروض احط الصور اللي المفروض هيبقى فيها الاكواد اللي استخدمت فيها الاكواد. طبعا ما استخدمتش حاجه جديده. يلا